رفضت اليوم تنسيقية الانتداب حق بنابل وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، مطالبين رئاسة الحكومة بانتدابهم تحت شعار الانتداب أولوية لا تراجع على القضية. وقد هدد المحتجين بالدخول في إضراب متواصل أمام مقرات السيادة. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية على خلفية القرار الحكومي الذي ينص على غلق الانتدابات خلال سنة 2021. الوقفة هذه هي وقفة جهوية، وكانت من المفروض باش تكون وقفة وطنية أمام مجلس الشعب، لكن تعذر التنقل بين المدن. لهذا قمنا بوقفة موحدة بين في ال 24 ولاية بين جميع الولايات. الوقفة هذه هي تنديد لمنشور رئاسة الحكومة بخصوص تجميد الانتدابات. احنا عانينا 5 سنوات فما فوق من تجميد الانتدابات بحكم إملاءات صندوق النقد الدولي، ويحبوا يفرضوا علينا مرة أخرى تجميد الانتدابات هذه. ناس عندها 10 سنين بطالة، ناس عمرها في 35 ولا 40 سنة، ما عاد الشباب. نحن تو في مرحلة ولينا كهول، إلى متى باش نصبروا أكثر من هكا؟ معناتها يحبوا يوظفونا وقت اللي شعارنا يشيب. ناس معناتها واقف في الوقفة معانا تو شعارها شاب، ما عادش نجموا نصبروا أكثر من هكا. نحن وصلنا للخطوط الحمراء. الناس هذه تستنى في ردة فعل نتاع رئيس الجمهورية قيس سعيد، تستنى في تحقيق مطالب الثورة اللي هي الحق في الشغل، الحق في الكرامة في البلاد هذه. نحب نعرفوا اسكو نحن ماناش مواطنين، ما عندناش الحق بالعيش بكرامة في البلاد هذه. منشور للرئيس الحكومة يدعو إلى تجميد الانتدابات. احنا عندنا مبادرة تشريعية في المجلس، المبادرة هذه وصلت المرحلة متقدمة، مازالت جلسة مع الأطراف الحكومية ثم باش تتمرر إن شاء الله على التصويت. ما راعنا إلا في الظرف هذا، وقت اللي نحن أملنا في المبادرة هذه كبير برشا باش نلقاو حلول للناس هذوما. رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يخرج منشور بتجميد الانتدابات. الناس هذه معناتها في كل مرة تكون هي الضحية وتكون هي كبش الفداء باش تدفع الضريبة. وزيد فوق هذا معناتها فما قصاصات قاعدة تصير كل نهار، فما قصاصات قاعدة تصير كل نهار، معناتها تعلة جائحة الكورونا هي تعلة وهي لا غير. نحن رانا باش نساعدوا. اليوم كانت وقفة احتجاجية، المرة الجاية باش يكون اعتصام مفتوح قدام مراكز